يقول السائل: ما حكم لبس خاتم من الفضة مكتوب فيه اسم الله أو محمد؟ أفيدونا بارك الله فيك. إذا كان اسمك عبد الله أو عبد العزيز أو عبد الكريم لا بأس، أما أنك تكتب اسم الجلالة فقط أو اسم محمد فقط هذا غير مشروع، لأنك ستدخل به الخلاء وتدخل به الماء ولا حاجة إلى ذلك. لكن لو كان اسمك يشتمل على لفظ الجلالة مثل عبد الله عبد العزيز عبد الحكيم فلا بأس بذلك أنك تكتب اسمك، ولكن إذا دخلت إلى محل قضاء الحاجة تدير الخاتم فتجعل فصه في داخل كفك تقبض عليه